ذهول وبيحاولوا يعدوا بين اكوام الهدد اللي على الطرق. فرئيس البلدية هناك قال 20 مبنى انهاروا وجهود بتتعمل دلوقتي عشان ينقذوا 12 منها. في جزيرة ساموس اليونانية الناس بقى طلعت تجري في الشوارع مزعورة، مش زي الاتراك، الاتراك عاملين كده زي حالتنا وواقفين تحت المبنى اللي وقع، يعني نفس الشكل اللي بيحصل عندنا في هنا. نائب محافظ المنطقة بيأكد انتشال ده في اليونان 70 شخص احياء، ونائب رئيس بلدية ساموس بيقول حصلت اضرار كتير في المباني، والحماية المدنية اليونانية بتطالب الاهالي بتوع ساموس ان هم يبعدوا عن المباني. خالص تعازينا للشعبين اليوناني والتركي، وانا اعني هذا الكلام. لكن الجزء الملفت كان مكالمة عملها رئيس وزراء اليونان اللي هو ميتسوتاكس للاردوغان، بيقدم له فيها التعازي، وكتب على تويتر: ايا كانت خلافاتنا فهذه اوقات يتعين فيها على شعبينا ان يقفا معا. فالخارجية التركية طلعت قالت: وزير الخارجية اليوناني اتصل بالوزير التركي عبر له عن الدعم وبيأكد استعدادهم ان هم يساعدوا بعض لو لزم الامر. مشاعر طيبة، لكن مش مفهوم بالنسبة لي شخصيا كلمة الرئيس اليوناني، لان الكلمة دي لو تعدت حدود المجاملة المشروعة في ظروف صعبة هيكون لها حياة مردود على منطقة شرق البحر المتوسط اللي مرة تانية بتلتهب، ويمكن المواجهة المباشرة تحصل. هل اليونان داخلة المواجهة ولصالح انهي معسكر؟ ايه السبب ان انا بطرح السؤال ده؟ السبب هو التراجع اللي عمله فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تراجع غير مفهوم عن الاستقالة اللي كان اعلنها يوم 18 سبتمبر، وكان